الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جمع المصنف بين عقدين متشابهين في الظاهر، وهما عقد الجعالة وعقد الإجارة، وقد يطلق أحدهما على الآخر أحيانا تجوزا من الفقهاء. والفرق بين الجعالة والإجارة أمور متعددة، أذكر أولها وأما باقيها فسيريدها المصنف. أول الفروق وأهمها للتفريق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة على النتيجة، وأما الإجارة فعلى العمل، فتارة تقدر بالعمل وتارة تقدر بالزمن. هذا أهم فرق في حقيقة العقدين، وأما باقي الفروق فسيريدها المصنف. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. نعم، يقول: وهما، أي عقد الجعالة والإجارة، جعل، هنا الجعل بمعنى اللغوي له وليس المعنى به الجعل الذي اشتقت منه عقد الجعالة. قال: وهو جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. قوله مالا معلوم، يعني لا بد أن يكون الجعل معلوما، لأن عقد الإجارة يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة، والجعل قالوا كذلك يجب أن يكون معلوما في الجملة إلا استثناءات أوردها بعضهم. قال: لمن يعمل له عملا معلوما، لا بد أن يكون في عقد الإجارة العمل محل العقد معلوم، بينما في الجعالة، وهذا من أول الفروقات، أنه يشترط لا يلزم أن يكون العمل معلوما في الجعالة، فقد يكون مجهولا. مثال ذلك: رجل ند له بعير فقال: من رد لي بعيري فله 1000 ريال. هذا عقد جعالة، لأنه على النتيجة، من رد، فقد يكون العامل قد عمل شيئا قليلا، ذهب ساعات فوجده فيستحق 1000، وقد يعمل عملا كثيرا يبحث 4 أيام أو 5 حتى يجده، فهنا العمل مجهول لكن الجعل على النتيجة. في عقد الإجارة، أن يأتي لما ند له البعير، يأتي لرجل فيقول: ابحث عن بعيري، ولك في كل يوم، عن كل يوم تبحث فيه عن البعير لك مبلغ كذا، أو خلال كل شهر تبحث فيه عن البعير فلك كذا. فهنا قدر بالزمن، أو قدر بالمدة، بأن يقول كل كيلو تبحث فيه أو كل منطقة فلك أجرة كذا، فهذا يسمى عقد إجارة حدد فيه العمل. ثم قال: ومعلوما في الإجارة، أي أن العمل يكون مجهولا في الجعالة ويكون معلوما في الإجارة. قال: أو على منفعة في الذمة. هذا نوع من عقود الإجارات، وهو على المنفعة في الذمة، بأن لا يكون على العين وإنما يكون في الذمة، مثل خياط وغيره، فإن عمله منفعة في الذمة. نعم. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. يقول: فمن فعل ما جعل عليه فيهما، سواء كان في الإجارة أو كان في الجعالة، فإنه يستحق العوض، وإن لم يعمل ذلك فلا يستحق شيئا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. نعم، يقول: لكن لو بدأ في بعض الإجارة ولم يكملها فإنه تتقسط الأجرة. رجل عاقد آخر على أن يعمل له شهرا، شوف، مقدرة بالعمل شهرا، فعمل 2 أسبوع ثم تعذر لمرض ونحوه، فيعطى حينئذ القسط، وهما قسط النصف، بخلاف الجعالة. من رد لي ضالتي فله كذا، فذهب نصف الطريق ثم رجع فليس له شيء، لأن الجعالة لا تستحق إلا بإتمام العمل، وذلك بالنتيجة. وأما الإجارة فإنه يستحقها تتقسط بحسب ما مضى من المدة في الأعيان أو العمل فيما يثبت في الذمة. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. نعم، محل الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره،
هذه دليل على وجوب إعطاء الأجير أجرته، وأن ذلك من أظلم الظلم عندما يمنع. والجعالة أوسع من الإجارة. نعم، كما تقدم أن الجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز في مجهولة، والإجارة لا تجوز مجهولة، بل يجب أن تكون معلومة. لأنها تجوز على أعمال القرب. طيب، قال لأنها تجوز على أعمال القرب، هذا هو الفرق الثالث الذي أورده المصنف. الجعالة تجوز في القرب بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد أنهم أتوا قوما لديغا فقالوا اجعلوا لنا جعلا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وقال اضربوا لي بسهم. وقد قال الفقهاء إن الرقية يجوز أخذ الجعل عليها ولا يجوز أخذ الأجرة. متى يكون العوض جعلا ومتى يكون العوض أجرة؟ نقول إذا كان على النتيجة مثل قصة أبي سعيد أنهم يجعلوا لهم العوض على الشفاء، إذا شفاه الله عز وجل فإنه يستحق العوض، فهذه جعالة وتجوز. وأما إذا كانت على العمل بأن قال أقرع عليك اليوم بمئة ريال فهذه أجرة وهذه لا تجوز، بل إنهم يقولون لا ينتفع بها صاحبها لأنه قرأ لأجل الأجرة، فحينئذ لا يجوز، وحرام البذل وحرام الإعطاء كذلك. هذا مثال. مثال آخر القضاء، فإن القضاء يجوز الجعل عليه حيث لا رزق، وأما أخذ الأجرة عليه فلا يجوز. كيف يكون أخذ الأجرة؟ بأن يقول أقضي لكم بنصف ما يتحصل مثلا، نقول هذا ما يجوز. وأما الجعل بأن يقول آخذ منكما ألفا، قد أقضي في يوم وقد أقضي في شهر وقد أقضي لك لأحدكم أو للثاني، فحينئذ يكون جعلا. والجعل إنما يجوز عند عدم وجود رزق من بيت المال، والرزق ليس جعلا وإنما هو أجرة من بيت المال، والرزق يجوز على أعمال القرب. إذن أعمال القرب يجوز الجعل فيه ويجوز الرزق عليه ولا يجوز أخذ الأجرة. ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. نعم، هذا تقدم. ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. نعم، يقول الشيخ إن عقد الإجارة عقد جائز فيجوز لكل واحد من المتعاقدين الرجوع فيه، بخلاف الإجارة فإنها ليست عقدا جائزا بل هي عقد لازم. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. نعم، هذه مسألة يعني ترد كثيرا. العلماء يقولون إن من استأجر عينا فإنه يجوز له أن يستوفي المنفعة بنفسه، ويجوز له أن يستوفي المنفعة بغيره بأن يهب المنفعة لغيره ولو بعوض. صورة ذلك استأجر رجل من آخر دارا، يستوفي المنفعة بنفسه يسكن الدار، يجعل المنفعة لغيره مجانا يسكن أحدا مجانا، يستوفي المنفعة بغيره بعوض يؤجر الدار إلى غيره، يقولون يجوز. كل هذه الأمور الثلاث تجوز لأنه ملك المنفعة، وحيث ملكها فيجوز له المعاوضة عليها. عندنا هنا مسائل. مسألة الأولى، نقول إن استيفاء المنفعة بالغير يجوز لكن بشرط أورده المصنف، قال ألا يكون بأكثر منه ضررا. رجل استأجر البيت للسكنة فليس له أن يستوفي المنفعة بنفسه ولا بغيره بعوض أو بدونه بما لا يتحقق به السكنة بل فيه الضرر، مثل أن يؤجرها لمن يجعلها مصنعا أو معملا، والمصنع يهد الجدران بكثرة الطق وغيره. هذا القيد الأول. العلماء يقولون على المشهور أن المؤجر مالك العين لو اشترط على المستأجر أن لا يؤجر العين قالوا فإن هذا الشرط باطل، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، وكل شرط يخالف مقتضى العقد بطل وصح العقد. هذا هو المشهور. وهناك رواية مال لها بعض أهل العلم أظن بالرجب أن هذا الشرط يصح لأن فيه غرضا صحيحا، وعلى العموم المشهور أن هذا الشرط باطل. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. نعم، لأن اليد على المستأجر، لأن يد المستأجر على العين يد أمانة، فلا يكون عليه ضمان إلا إذا تعدى أو فرط. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجة. هذا الحديث يدلنا على
لزوم المبادرة والاستعجال بإعطاء الأجير أجرته وحقه. باب اللقطة واللقيط. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن نوع من الاكتساب. إحياء الموات هو ملك لمباح، لأن الموات ليس ملكا لأحد، فاكتسب المباح. جرت عادة العلماء أنهم يذكرون بعد إحياء الموات ذكر كيف يكون اكتساب المباحات كالصيد والاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك من المباحات، يذكرونها بعد إحياء الموات مباشرة في ذات الباب، ثم يعقبون ذلك بأحكام اللقطة، لأن اللقطة فيها شبه بتملك المباح، وذلك أن اللقطة هي ملك لشخص آخر، ولكن لما جهل ذلك الشخص فإن ملتقطها يملكها بشرطها بأن يعرفها حولا. نعم. وهي على ثلاثة أضرب. الضمير في قوله وهي يعود إلى اللقطة لا للقيط، لأن اللقيط هو الآدمي واللقطة من غير الآدمي. قال إن اللقطة ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. أولها: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. نعم، قال ما تقل قيمته. الضابط في قل القيم في قلة القيمة قالوا ألا يستهوي أواسط الناس ولا تتبعه هممهم، فحينئذ يجوز التقاطه مباشرة. مثل له المصنف قال كالسوط والرغيف ونحوهما التي تختلف باختلاف الأعراف، فإن من وجده يملكه بلا تعريف. وعندما نقول إنه يملكه بلا تعريف أي حيث لم يعرف صاحبه، لكن لو سقط سوط أو رغيف من شخص وهو يعرف صاحبه لزمه أن يرده إليه، لكن إذا لم يعرف صاحبه فحينئذ يملكه. ومثله النقد اليسير كالريال والريالين ونحوها. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تمتلك بالالتقاط مطلقا. نعم، قال النوع الثاني من اللقطة الضوال، وسمي الضوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، فدل ذلك على هذه التسمية. والضوال إنما هي من البهائم الكبار. قال التي تمتنع من صغار السباع، لأن كبار السباع تعدو على كل شيء، وإنما الضابط بالصغار السباع مثل الذئاب الصغيرة ونحوها. قال كالإبل والجاموس الكبار وغيرها. قال فلا تملك بالالتقاط مطلقا، وسيأتي الدليل بعد ذلك. والثالث ما سوى ذلك. قال والثالث ما سوى هذه الأموال السابقة، وهي كثيرة جدا، كالنقد من الذهب والفضة والأموال وسائر الأعيان. فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. نعم، يقول يجوز له أن يلتقطه ويجوز له أن يتركه، فإن التقطه فالذي يملكه من باشر الالتقاط بيده هو الذي يملك اللقطة. قال ويملكها إذا عرفها سنة، أي إنما يثبت ملكها بعد تعريفها سنة كاملة، والمراد بالسنة السنة الحولية. وضابط التعريف هو العرف، فيعرفها في أماكن الناس ومجامعهم في كل يوم ثم في كل جمعة ثم ما جرى به العرف. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث دليل على ذكر الأنواع الثلاث أو النوع الثالث، الثاني والثالث. فالنوع الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، وهو الذي تربط فيه والخريطة التي تجعل عليه في تجمع فيه. قال ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها أي مالكها وإلا فشأنك بها، أي يجوز لك التصرف. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فمن وجد ضالة من ضالة الغنم فإنه يعرفها سنة. وكيف يكون حالها عند التعريف؟ قال هو مخير بين ثلاثة أمور: بين أن يبقيها عنده ويقوم بعلفها فإذا جاء صاحبها ردها إليه ورجع عليه بقيمة علفها، والثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها حتى يأتي صاحبها، فإن جاء صاحبها رد إليه الثمن وإلا تملك الثمن. الحالة الثالثة أن يأكلها هو بعد تقييمها حتى ويبقى سنة، فإن جاء صاحبها ضمن قيمتها وإلا
لم يضمنها لأحد. هذا ما يتعلق بضالة الغنم. قال: ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن اللقيط، واللقيط هو الصبي الصغير الذي يكون دون البلوغ، الذي لا يعرف له أهل فيرمى، قد يكون مرميا عن قصد قد يكون عن غير قصد، مثل البلدان التي يأتي فيها زلازل وفيضانات فيهلك الآباء ويبقى الأبناء ولا يعرف لهم ولي. هذا اللقيط يكون مجهول النسب، لا يعرف أبوه، فالتقاطه والقيام به فرض كفاية، يعني يجب على عموم المسلمين أن يقوم بشأنه بعضهم. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. قوله فإن تعذر بيت المال مراده النفقة على هذا اللقيط، فإن اللقيط ينفق عليه أولا من ماله الذي معه، فقد يوجد لقيط بجانبه مال، فإن لم يكن معه مال فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين له غرمه وعليه غنمه، والفقهاء عندنا يقولون إن من لا وارث له يوضع ماله في بيت مال المسلمين لا إرثا، خلاف الشافعي يرون، يعني خلاف لطريقة الشافعي، فإنهم يقولون إن بيت المال يرث، نحن نقول لا يرث، وإنما يوضع في البيت إلى أن يظهر له وارث. قال: فإن لم يكن بيت لمال المسلمين ينفق عليه فعلى من علم بحاله من المسلمين، يجب عليه أن ينفق، ولا يجب الإنفاق على الملتقط، وإنما على من علم بحاله. باب المسابقة والمغالبة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن نوع من أنواع الجعالات، وهو المسابقة والمغالبة. والفرق بين الجعالة والسبق في المسابقة أن الجعالة لا يجوز بذل الجعل فيها إلا إذا كان هناك غرض صحيح من الجاعل، وانتبه لهذا القيد المهم لكي تفرق بين المسابقة وبين الجعالة، إذا كان للجاعل غرض صحيح ومنفعة جاز له بذل الجعل وإلا فلا، بينما المسابقة يجوز بذل السبق وهو الجائزة وهو نوع من أنواع الجعالة من غير غرض له، من غير فائدة للشخص، وهذا لمصلحة سنتكلم عنها بعد قليل. وهي ثلاثة أنواع. أي أن المسابقات ثلاثة أنواع، أولها نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخير والإبل والسهام. نعم، قال: النوع الأول يجوز أن يتسابق فيه المتسابقون سواء بعوض أو بدون عوض، بدون عوض واضح يتسابقون ولا عوض لأحدهم، وبعوض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق، أي لا جائزة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فالخف من الإبل والنصل من السهام والحافر من الخيل. طيب، هذه الجائزة نقول لها أحوال: الحالة الأولى أن تكون من أجنبي، فحينئذ نقول تجوز وهي جعالة، والفرق بينها وبين الجعالة أن الجعالة لباذل الجعل فيها مصلحة، وهنا ليس له مصلحة لأنه أجنبي يعطي الجائزة ويعطيهم هدية، فلا غرض له صحيح في ذلك في العمل، لكن استثنية في المسابقة، هذا الأمر الأول. الحالة الثانية أن يكون الجعل الذي هو السبق من بعضهم، فقالوا يجوز حينئذ بشرط أن يكون من لم يبذل العوض له حظ في الفوز بأن يكون مساويا لهم في إمكان الفوز وألا يكون شكليا، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون العوض من جميعهم، فعلى المشهور من المذهب أنه لا يجوز إلا بمحلل، وروا في ذلك حديثا عن سعيد بن المسيب مرفوعا، واختار ابن القيم في كتاب الفروسية وعليه بنى جزءا كبيرا من هذا الكتاب أنه يجوز ذلك، وضعف الحديث في الباب وقال إن هذا الحديث وهو لا سبق إلا في ثلاث يجعل الحكم مستثنا في هذه الثلاث، ولا فرق بينها وبين غيرها، وهناك فرق بينها وبين غيرها فلا تكون قمارا لأجل الاستثناء. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة،
وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. نعم، يقول الشيخ: ونوع يجوز بلا عوض ويجوز ولا يجوز بالعوض، وهي غير ما سبق ذكره وغير النوع الثالث الذي سنبدأ به. فإن النوع الثالث المسابقات التي لا تجوز لا بعوض ولا بغيره، وهي شيئان: الأمر الأول ما كان في محرم، كأن يتسابق في فعل محرم، فهذه لا تجوز لا في بعوض ولا بدونه. والنوع الثاني ما كان من مسابقة منصوص على تحريمها كالنرد، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فكل لعبة فيها نرد فإنها حرام ولو كانت بغير عوض. والنرد هو الزهرة المكعبة التي فيها الأرقام من 1 إلى 6. وإنما حرم الشارع اللعب بالنرد، قالوا لأن لها تعلقا بالتوحيد، وذلك لأن اللعب بالنرد فيه تعلق بغير الأسباب، فالمرء إنما يتعلق بالقضاء والقدر وهو الإيمان بالله عز وجل، ويعلق بالأسباب الكونية الشرعية. وأما النرد فلا يجتمع فيه التعلق بالله ولا وجود الأسباب العقلية، فحينئذ قد يكون فيه تعلق بغير السبب العقلي فيؤثر على كمال إيمان الشخص بالقضاء والقدر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنها شبيهة بالقمار ولذلك حرم. وذكروا أيضا ألعابا أخرى غير هذا. ما عدا هذين النوعين وهما الثلاثة التي أبيحت والنرد، فالعلماء يقولون تجوز بلا عوض وتحرم بعوض، سواء كان العوض من أحد المتبارين أو من غيرهم على المشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فهذا من غير عوض، وصارع أبا ركانة وهذا من غير عوض، وهكذا. إذن المقصود أنه على المشهور لا يصح. طبعا في المسألة فيها خلاف، يبقى معنا مسألة وهي قضية هل يقاس على الثلاثة غيرها؟ الذي مشى عليه المصنف تبع للشيخ تقي الدين أنه يقاس على الثلاثة كل ما كان فيه قوة للمسلمين كالعلم وغيره. نعم. وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، قوله أما ما سواها أي ما سوى الخف والنصل والحافر، إذا كانت بعوض فإنها تكون قمارا وميسرا. ووجه ذلك في تعليلهم، قالوا لأنه أخذ العوض والمال على ما يحتمل الوجود والعدم، وكل كسب علق على الوجود والعدم فإنه يكون قمارا. باب الغصب. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الغصب، والمراد بالغصب هو كسب مال الغير من غير وجه حق، فقد يكون على وجه القهر ويسمى غصبا، وقد يكون سرقة، وقد يكون غير ذلك. ومن صور الغصب عندهم من التقط لقطة بغير قصد التعريف فإنه يكون غاصبا، وكذلك من كانت في يده أمانة ونوى جحدها، ومن كانت في يده وديعة فتصرف فيها، فإن يده حينئذ تنقلب من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان وغصب. والضمان نوعان: ضمان تعد وهو الغصب، وضمان عقد وهو العارية. وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. قوله الاستيلاء على مال الغير أي بأي طريق، بأي طريق، بغير حق أي بغير حق مشروع، أو أما إن كان بحق كحكم حاكم ونحوه فيجوز. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. هذا الحديث يدل على حرمة الغصب عموما، ويدل كذلك على أمر آخر، وهو أن الغصب يجري في الأراضين خلافا لأبي حنيفة. وعليه رده لصاحبه. يعني بدأ يتكلم المصنف على ما يجب على الغاصب، ما هي الأشياء التي تجب على الغاصب. وقد ذكر العلماء أن الغاصب يجب عليه 8 أمور، منها ما أورده المصنف. أول شيء يجب عليه أن يرد العين، يجب عليه رد العين المغصوبة، فقال وعليه رده لصاحبه. الأمر الثاني
أن عليه مؤنة الرد ولو كانت أضعاف قيمة العين. فلو أن شخصا غصب من آخر هذا الكأس وقيمته ريال، ثم سافر به إلى بلد بعيدة، فيجب عليه أن يرد الكأس، وعليه أي على الغاصب مؤنة الرد، وقد تكون إرساله عن طريق البريد يكلف 100، يجب عليك أن ترده مع مؤنة الرد. إذن الأمر الأول الرد، والثاني يجب عليه مؤنة الرد. نعم. الثالث ولو غرم أضعافه عليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده. الثالث قال عليه نقصه، المراد بنقصه أي نقص أوصافه أو نقص أجزائه. فلو تلف بعض العين المغصوبة أو ذهبت بعض أوصافها فإن الغاصب يضمن أرشها، والأرش هو فرق ما بين المعيب والصحيح. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع قال وأجرته مدة مقامه بيده إن كان مما يمكن تأجيره. فمن استأجر شيئا يمكن تأجيره، والذي يمكن تأجيره هو ما يمكن استيفاء منفعة منه مع بقاء عينه، وأما ما يستهلك باستهلاك المنفعة كالطعام فلا يؤخذ منه أجرة. فلو أن امرأ غصب من آخر كأسا مدة شهر، فإن عليه أن يرد الكأس، وعليه أن يدفع أجرة الكأس عادة إن كان مثله يؤجر. قد الكأس لا يؤجر، لكن لنقول سيارة، غصب سيارة شهرا، فعليه الأجرة شهرا كاملا. قد يكون الغصب بالمنع، يأتيك رجل تكون سيارتك جعلتها عند شخص على هيئة الأمانة، فلما جئت تستلمها منه قال لا لن أعطيك إياها، منعك إياها، انقلبت يده من يد أمين إلى يد غاصب. منعه هذا يترتب عليه أنه يجب عليه أن يعطيك أجرة لأنه أصبح غاصبا. إذن هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس قال وضمانه إذا تلف مطلقا. قال وضمانه أي إذا تلفت العين فإن عليه ضمانها، والضمان يكون بالمثلي بمثل المثلي وبقيمة القيمي. وقوله مطلقا أي سواء تلف بتفريط أو تعد أو بدونهما. وزيادته لربه. هذا الأمر السادس، وهو أنه يجب عليه رد نمائه سواء كان النماء متصلا أو كان منفصلا. ومما ذكره العلماء في النماء قالوا مصطيد به. فلو أنه غصب شبكة مثلا واصطاد بالشبكة صيدا، فإن الصيد يكون تابعا للشبكة لأنه من نمائه ونتاجه وربحه، فحينئذ يرده ويرد ما كان تابعا له. وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. نعم. ومما يجب على الغاصب أن يسوي الأرض إذا كان فيها زرع، فيجب عليه أمران إذا زرع فيها. الأمر الأول أن يقلع الزرع إذا طلب صاحب الأرض قلعها، ويجب عليه تسويتها. يعني من غصب أرضا وزرع فيها وغرس فيها شجرة أو بنى بناء، إن لم يصطلح هو ومالك الأرض على إبقائها أو على شراء البناء أو الزرع، فإن لصاحب الأرض الحق أن يطالب الغاصب بقلع الزرع وقلع البناء وتسوية الأرض، ليس مجرد القلع فقط والتسوية، بحيث تكون مستوية. فإن نقصت قيمة الأرض لأنها كانت مبنية فيجب عليه قيمة النقص، فيكون قيمة نقص صفة وتقدمت. هذه التي تعدها المصنف 8 أمور. نعم. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. نعم. لا يجوز للمرء أن يشتري العين المغصوبة إذا علم أنها عين مغصوبة، ولذلك فإن المال المستحق، إذا عبرنا بالمال المستحق أي أنه يعرف أن عين هذا المال لشخص آخر، لا يجوز شراؤه ولا يجوز قبول الهبة فيه. رجل سرق من آخر شاة ثم أهداها لآخر وعلم أنها مسروقة فالمهدى إليه يضمن. رجل سرق شاة فذبحها وأطعمها لضيف والضيف يعلم أنها مسروقة أو مغصوبة فالضامن الآكل، إن لم يعلم الآكل فالضامن الغاصب
لأنه هو المتسبب حيث انتفع عن المباشر. ومثل نقول المشتري، وهنا فائدة، قلت لكم قبل قليل إنه لا يجوز شراء العين المستحقة. طيب، عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن المال الحرام نوعان، مال مستحق. ما معنى كونه مالا مستحقا؟ أي أن عين هذا المال مملوك لشخص لا يجوز شراؤه بوجه. أما المال المحرم لا لأجل عينه وإنما لأجل كسبه فيجوز شراؤه. صورة ذلك رجل يكتسب مالا من الربا، فاكتسب عن طريق الربا 5 آصع من بر. 5 آصع من بر كسبه لها حرام، فهي حرام لكسبها وليست حراما لكونها مستحقة أو لعينها. حينئذ يجوز البيع والشراء من هذا الرجل واشتراء هذا المال. إذن المحرم شراؤه من المال ما كان مستحقا، هذا واحد. المسألة الثانية، أحيانا لا تعلم أن عين المال مستحقة لكن معلوم أن هذا السوق لا يجلب فيه إلا المستحق. بعض الأسواق معروفة في بعض البلدان لا يجلب فيها للأشياء المسروقة، سوق السراق يسمى، يقولون هذا السوق لا يجوز الشراء منه حتى وإن كنت لا تعلم عين المال، لكن غالب الحال أن هذه السوق لا يباع فيها إلا المسروق فلا يجوز الشراء منه. باب العارية والوديعة. في هذه الحال تكون أنت غاصب، وهذه تحدث أحيانا في بعض البلدان، تسرق سيارة من بلد وتنقل لبلد آخر وتباع، ويعرف المشتري أنها مسروقة، يجد أن رقم السيارة ممحى، يعرف بطريقة معينة أنها مسروقة، فيأتي صاحب هذه السيارة فيكتشفها بعد ذلك في بلدة أخرى فيقول رد لي سيارتي، يقول أنا اشتريتها. نقول يجب عليك أن ترد السيارة كالغاصب تماما وأنت ترجع على من غرك. باب العارية والوديعة. قال باب العارية والوديعة، يصح في العارية التشديد والتسهيل فتقول العارية كما قرأ القارئ، ويصح أن تقول العارية، وجهان صحيحان. وجمع بينهما المصنف لما؟ لأن فيهما صرفا أو إباحة، لأن فيهما إبقاء للعين في ملك صاحبها وإباحة للمنفعة في العارية دون الوديعة. نعم. العارية إباحة المنافع. نعم. قال العارية إباحة المنافع. ما معنى إباحة المنافع؟ يعني أن رجلا يملك عينا وهذه العين لها منفعة، فيبذل هذه المنفعة لآخر مجانا، مجانا، فهذه تسمى إباحة المنافع. لأن الإباحة، الشخص إذا ملك شيئا له أن يبيح المنفعة وله أن يبيح العين. إذا أباح المنفعة سمينا العقد عقد عارية، وإذا أباح العين فهو الذي يسمى إطعام الضيف. وإذلك يتكلمون عن إطعام الضيف أحيانا في هذا الموضوع، وأحيانا يتكلمون عنه في باب إحياء الموات. فأنت أبحت للضيف أن يأكل الطعام، إن تركه بقي في ملكك، وإن لم يأكله، إن أكله انتقل إليه، وإن لم يأكله بقي في ملكك. وهنا فائدة، قالوا إن الطعام المباح متى يملك؟ المذهب أنه يملك بالتناول باليد، وبعض أهل العلم يقول إنما يملك بالازدراد بأن يصل إلى فمه، ونحن عندنا نقول باليد. ينبني عليه إذا كان في يده وقال رجعت فليس له الرجوع، بمجرد تناوله بيده الطعام أو تناوله الكأس الذي فيه الطعام ليس لك أن ترجع عن إطعامك الضيف، فقد ملكه بمجرد التناول. إذن العارية أن تعطي شخصا عينا فيها منفعة فتبيح له المنفعة على سبيل التحديد المدة أو على سبيل الإطلاق، فإذا أطلقتها لك الرجوع وقت ما تشاء. وهي مستحبة مستحبة لقول الله عز وجل ويمنعون الماعون، والماعون هو القدر، فأن تعطي القدر لغيرك ليطبخ فيه هذه عارية. لدخولها في الإحسان والمعروف، أي لمطلق الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. نعم. وإن شرط ضمانها ضمنها. طيب، هذه مسألة في ضمان العارية، فيها حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استعار منه أدرعا، قال هي عارية مضمونة. ركزوا معي، أطلت عليكم الآن، وصلنا أظن 6 ساعات في الدرس، لكن تحملونا قليلا وسأختم قريبا.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هي عارية مضمونة، قوله هي مضمونة أهو صفة في العقد أم شرط في العقد؟ مشهور المذهب عند المتأخرين أنها صفة في العقد الحديث. معنى ذلك أي أن كل عقد عارية فإنها تكون مضمونة، فالمستعير يضمن كل تلف في العين المعارة سواء تلفت بفعل منه أو بغيره، بتفريط أو بدون تفريط، إلا أمورا يسيرة استثنوها، منها ما يتلف بالاستعمال المعتاد مثل الكفرات، تتلف تلفا يسيرا بالاستعمال المعتاد فلا ضمان فيه، وما عدا ذلك فيه الضمان. القول الثاني وهي الرواية الثانية مذهب أحمد واختارها المصنف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة هو شرط، فالرجل اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مضمونة، فلا ضمان في العارية إلا أن يشترط. ينبني على ذلك ما سأذكر لكم بعد قليل. رجل استعار من آخر سيارة، واضح؟ رجل استعار من آخر سيارة ثم جاء شخص وأوقفها أمام الباب، فجاء شخص فصدمها وهرب، واضح؟ ولم نعرف الذي صدمها لكي نلزمه الضمان، فجاء المستعير للمعير فقال خذ سيارتك أنا لم أفرط ولم أتعدى، ليس أنا الذي صدمتها، خذ سيارتك. هل نقول عليه ضمانها أم لا؟ نبدأ أولا بالمذهب، على مشهور المذهب وظاهر الحديث هل عليه ضمانها أم لا؟ نقول يضمنها، فالمستعير يضمن تصليح السيارة سواء هو الذي أخطأ أو لم يخطئ، ثم يرجع على من يعني أفسدها. وعلى القول الثاني الذي مشى عليه المصنف لا ضمان إلا إذا كان بينهما شرط، وهذا معنى قوله وإن شرط ضمانها ضمنها، حينئذ يصح. أعيدها بلغة أخرى، على المذهب يد المستعير على العين المعارة يد ضمان أم يد أمانة؟ يد ضمان. وعلى الرواية الثانية يد أمانة إلا إذا شرط الضمان، فهذا العقد شرط الضمان فيه لا يخالف مقتضاه بخلاف غيره، فإن شرط الضمان في الإجارة باطل لأنه يخالف مقتضاه. نعم. أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا، أي ضمنها مطلقا بشرط أو بدون شرط. قال وإلا أي وإن لم يشرط الضمان ولم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. الوديعة. نعم. بذكر بعد ذلك الوديعة فقال ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. قال ومن أودع وديعة يعني تجعل عنده عين ليحفظها، إذ الوديعة هي جعل العين في يد آخر ليحفظها، وتكون يده عليها يد أمانة. قال فعليه حفظها في حرز مثلها، أي في الحرز الذي يحفظ فيه ماله عادة، فإن جعلها في دون ذلك فإنه يكون متعديا فعليه الضمان، فيكون متعديا فيكون ضامنا. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. يقول العلماء لا يجوز لمن كانت عنده وديعة أن ينتفع بالوديعة بغير إذنها، لا يجوز، فإن انتفع بها ولو شيئا يسيرا انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان. رجل أعطى آخر هاتفه وقال احفظه عندك، يعني اجعله عندك وديعة، فأخذ هذا الهاتف وفتحه واستعمله لمدة 10 ثوان، نقول أصبحت يدك الآن عليه يد ضمان، فلو تلف الهاتف ولو من غير تعد أو تفريط فأنت ضامن لأنك استعملته، انقلبت مباشرة. بل العلماء شددوا أكثر فقالوا لو أخرجها من حرزها لينظر إليها انقلبت يده يد ضمان، كانت أموال في كيس ففك هذا الكيس الذي كانت فيه لينظر إليها فقط أصبح حينئذ ضامنا. وهذا يدلنا على أن الشخص إذا أودع وديعة فليحتط احتياطا شديدا، وبعض الصحابة كانوا يحتاطون كما نقل عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان إذا أودع وديعة قال
اجعلها دينا لكي إذا تلفت أضمنها، وهذا من إبرائه ذمته نفسه. نعم. باب الشفعة. بدأ يتكلم المصنف عن الشفعة، والشفعة من حقوق التمليك وليست من حقوق التملك، وهي من حقوق التملك وليست من حقوق الملك. ومعنى حقوق التملك بمعنى أنه يحق له طلب التملك فيها. نكمل غدا إن شاء الله باب الشفعة وما بعده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.